عبد الله سالم لاعب دراجات هوائيه حاليا في منتخب الامارات. بدأت اللعبة في عام 2005، كان عمري تقريبا 12 سنة. ما كنت متوقع اني انا بوصل بكون لاعب بركب منصة، كنت لاعب عادي وكنت احب اللعبة لان لعبة ما تخليني اكون مكان واحد، اكون برا في الشارع، مغامرة ساعات طويلة في الدراجة، مستوى يرتفع. فركبت المنصة مرة مرتين فحبيت اللعبة كاحتراف. الحمد لله عندي بطولات وعندي ميداليات محلية وعندي خارجية. كنت مستعد حق بطولة الدولة قبل الحادث، وجبت ميدالية ذهبية في ضد ساعة فرقي. أثناء التدريب عملت الحادث وصار لي إصابة. إصابة عبد الله كانت في 2012، كانت حادث أثناء التدريب في منطقة كلبة. الحادث كان على نزول، وفي هاليوم كان اللي هو زايد، فاختل توازنه بالدراجة وهو خفيف كان بالدراجة، فدايركت صاب شاخصة لافتت الطريق أدت إلى قطع في الإيد عنده. جاني اتصال أن أخوي استوى الحادث، ولم يتعد دقيقة أفكر إيش السالفة، يعني أحاول لأن أعرف إنه أخوي يتمرن سياكل درجات، و يعني يوم يقول حادث يعني شيء ما يكون بسيط يعني. بس قبل لا أوصل المستشفى خبروه إنه لازم يسمونا أي أوقع على عملية، راح يجون عملية وعملية مو بسيطة يعني. هو ما شاء الله عليه أصر، هو ما شاء الله عليه قاتل على انه يكون مستعد انه يسوي كل شيء بحاله، ما يبغى مساعده لحد. طبعا اول ما صار الحادث كان حادث قوي ودخل في مرحله غيبوبه، الكل يعني تخوف من انه ينصدم اول ما ينش من الغيبوبه حتى، ولكن الحمد لله رجع ورجع افضل عن قبل. رجعت اللعبة عشان أن أقول لهم أني أنا موجود وأنا بطل إن شاء الله، وأركب فوق المنصة وماشي مستحيل بعد الإصابة.